مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، ما زلنا مع سلسلة متابعاتنا الخاصة بشأن ثورة تشرين واستمرار زخمها على الرغم من كل أشكال القمع الحكومي والميليشياوي للحركة الشعبي. مع دخول التظاهرات شهرها السادس، تستمر ثورة تشرين بمنحى متصاعد وفي مختلف المحافظات، حيث يعلن المتظاهرون في ساحة التظاهر والاعتصام رفضهم لمرشحي الأحزاب الفاسدة لرئاسة الحكومة، مؤكدين إصرارهم على مواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها، وعلى رأسها إسقاط النظام ورحيل الأحزاب الفاسدة. ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، وعبر الهاتف من بغداد الأكاديمية والناشطة في التظاهرات الدكتورة آلاء عبد اللطيف، فمرحبا بكما معنا. اهلا بكم من جديد. بدايه استاذ مصطفى، يعني الثوره دخلت شهرها السادس بذات الزخم والثبات، كيف نفسر هذا الثبات وهذه المده الطويله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الثوره وجدت لتبقى وتحقق اهدافها. يعني عندما انطلق العراقيون في المحافظات المنتفضه في الاول من تشرين الاول اكتوبر الماضي، كان أمامهم هدف واضح وهو إسقاط النظام، وبالتالي فكل يعني المراحل التي قطعتها الثورة خلال الأسابيع أو الأشهر الماضية كانت على هذا الطريق، وأي محاولة لحرف مسار الثورة والانتفاضة إلى تفاصيل يعني يسعى إليها الطرف الذي يعني ثار عليه العراقيون ليس واردا في أجندة الثوار وفي برامجهم. برنامج الثوار واضح منذ البداية، وهو إسقاط النظام، وإسقاط النظام بدستوره، بآلياته، بقوانينه، بشخوصه، ببرلمانه وأحزابه وميليشياته، وكل الآليات التي جاء بها هذا النظام الاحتلالي الفاسد الذي قتل العراقيين وسرقهم واستهان بالعراق، هذا العراق العظيم الذي يمتد تاريخه إلى آلاف السنين. ولذلك هذه الثورة يعني مستمرة على نفس الوتيرة. بالطبع ليس شرطا أن يعني في كل يوم الأعداد في الساحات نفس الأعداد تكون متساوية أو ما شابه، ولكن المهم أن مسيرة الثورة مستمرة، وأن فكرة الثورة مستمرة، وأن الهدف الأساسي مستمر. ويعني حقيقة أنا بودي أن أشير إلى بعض اللافتات التي يرفعها الثوار وهم يتحدثون أو يحاولون أن يذكرون بالهدف الأول الذي انطلقوا منه، وهو فكرة إسقاط النظام. يعني الحديث عن إكمال قوانين انتخابات أو الحديث عن ترشيح رئيس وزراء من قبل السلطة الحالية أو أي من الإجراءات التي كما قلت يعني يحاول الطرف الآخر اللي هو طرف السلطة الفاسدة الإرهابية فرضها على المتظاهرين، وكأنهم هم يعني الذي يجب أن يستجيبون لهذه القرارات. كل هذه الثوار غادروها بكل وضوح، وهم ينادون دائما بهدف الثورة الأساسي وهو إسقاط النظام. نعم أستاذ آلاء عبد اللطيف، يعني استمرار التظاهرات رغم القمع والتسويف الحكومي، يعني ألا يعني هذا فشل رهان الحكومة في عامل الوقت؟ نعم، تحية لقضتك لقناة الرافدين ولضيفك الكريم ولجميع مشاهدي القناة. السلطة الحاكمة في العراق حاليا في المنطقة الخضراء وليس في العراق، لأن سقطت سلطتها على العراق منذ الأول من أكتوبر الماضي. نعم، هي منذ اليوم الأول كانت تراهن على عامل الوقت لإنهاء التظاهرات، لكن مراهناتها كلها تفلت رغم كل الأساليب الوحشية التي استخدمتها ضد الشباب المنتفض، ورغم كل أساليب
الالتفاف والالتواء على ما سموه بالدستور، اللي هو حقيقة وثيقة هم أنفسهم لم يعيروا لها أي احترام، وبالتالي يجيروها وقت اللي تكون الأمور لصالحهم يحكون بالدستور وببنود الدستور وكيف أن يحافظوا على الدستور من الاختراق، ووقت اللي ما تكون لصالحهم يركلوه بأرجلهم ولا يعيروا أي اهتمام لبنوده ولا لفقراته. بالنسبة لنا إحنا كثوار، لأنه حقيقة لم يعد من المناسب أن نسمي الحركة الموجودة في العراق بمظاهرات أو انتفاضة. نعم إنها تحولت وبشكل واضح جدا إلى ثورة حقيقية، ثورة التغيرات التي أنتجتها تغيرات واضحة على المجتمع، على الفرد، على الوضع السياسي، على الوضع الاقتصادي، على التآزر الوطني بين أفراد الشعب العراقي. أسقطت كثير من المظاهر التي كانت تعتاد عليها زهر الأحزاب التي تمكنت من سلطة العراق، وأهمها عنصر الطائفية ووتر الطائفية اللي لعبوا عليها مرارا وتكرارا لشق صفوف الشعب الواحد ولدفع السين ما بين مكوناته. لكن الحمد لله كلها باءت بالفشل أمام إصرار هذا الجيل اللي قدر إنه يشخص ملامح الخطأ وين، وانتفض عليها وانتفض على العملية السياسية برمتها. لم يعد موضوع إسقاط حكومة أو إسقاط رئاسة أو هو المطلب الجماهيري، وإنما منذ اليوم الأول نحن حددنا إسقاط العملية السياسية. اليوم مطلبنا بعد إنهاء تكليف محمد توفيق علاوي حل البرلمان العراقي، لأن هذا البرلمان كان حقيقة شريك بكل ما جرى من أحداث للعراق وللعراقيين، كان الحامي للميليشيات، الحامي لقوى القتل بحق العراقيين. نعم، يعني أستاذ لا يوم أمس اللي رفعناه هو حل البرلمان. يوم أمس ميليشيات القبعات الزرق التابعة للتيار الصدري هاجمت ساحة التحرير ليلة أمس، يعني لماذا تتعمد هذه الجهة أو القوات الأمنية على تكرار الهجمات المستمرة؟ تكرار الهجمات المستمرة شيء متوقع منهم أستاذي فاضل. أصبحت الآن حرب وجودية، هم يعرفون جيدا إن ما لهم غير إنه يدفعون بقوتهم ضدنا. يعرفون إنه إحنا مجموعة المتظاهرين بشكل عام متظاهرين سلميين لا يحملون غير العلم العراقي والشعارات المرفوعة بالساحات، لكن مع هذا كانت تسبب لهم الضرر هذه الأعلام وهذه الشعارات المرفوعة. يعرفون إنه نهايتهم باتت وشيكة، أما أن بكل الأحوال هو راح أما يقتل أو يقدم إلى المحاكمة، فيدفع بقوته حتى محاولا متصورا انه بهذه الوحشيه مالته ممكن ان يثني الشباب او ممكن ان يسبب تراجع. الاصرار واضح عندنا احنا، يعني الاصرار واضح، والا ما كان استمرينا لمده 6 اشهر وراح نستمر لو قد ما طالت المده. احنا طلعنا بهدف استعاده الوطن ولا رجعة عن استعادته. نعم أستاذ مصطفى، يعني لماذا تستمر الطبقة السياسية والحكومة الحالية والميليشيات والقوات الأمنية باستخدام الخيار الأمني؟ هل تظن بأنها بعيدة عن المساءلة القانونية؟ هل تظن بأنها حتى يعني محمية من أي ملاحقة قانونية وحتى وإن كانت دولية؟ أنا قبل أن أجيب على سؤالك الكريم بودي أن يعني أنا التقطت قضية بالغة الأهمية تحدثت بها الأخت الضيف سيدة علاء، يعني أنا أعتقد أولا أوجه لها تحية، والتقطت منها مسألة بالغة الأهمية وهي أن هذه ثورة
حققت تغير على في المستوى الاجتماعي، نعم، وأسقطت تماما يعني مشروع الطائفية ومشروع التفتيت الطائفي وإلى حد ما العرقي أيضا الذي هو أساس من أسس الاحتلال أو مشروع الاحتلال في العراق. هذه مسألة بالغة الأهمية، وحقيقة يعني ربما في القريب العاجل سيأتي يعني الدور على الأكاديميين والباحثين في المجال الاجتماعي ليتحدثوا عن يعني هذا التغير البالغ الأهمية في المجتمع العراقي، وهو مسألة إسقاط الطائفية والتغيرات الاجتماعية التي أحدثتها. رافض قوي لاستمرار ثورة تشرين بالتأكيد هذا لو لم يحدث هذا التغير المهم في إسقاط الطائفية والخطاب الطائفي الذي يعني أصم الآذان على مدى السنوات 17 الماضية، لما تهيأ لهذه الثورة أن تستمر كل هذه المدة. هذه مسألة بالغة الأهمية، وأنا أشكر السيدة الضيف على حديثها في هذا المجال. جوابا على سؤالك الكريم، منذ الساعات الأولى لانطلاق ثورة تشرين، بل وحتى قبل انطلاقها، نحن لدينا صور يعني عن الاستعدادات الأمنية بالمدرعات لمواجهة كانت واقفة على جسر الجمهورية حتى قبل انطلاق ثورة تشرين. منذ الساعات الأولى لانطلاق ثورة تشرين وما قبلها أيضا، كان الخيار الأمني هو الخيار الوحيد الذي تستخدمه هذه العصابة المتحكمة بالعراق. هي ليس لديها ما تقدمه لا على سبيل يعني الاستقالة ولا على سبيل تحقيق مطالب الجماهير الأخرى من محاكمة الفاسدين ومحاكمة القتلة وتقديمهم للقضاء إلى آخره. ليس لديها إمكانية في هذا، هي تسير منذ اليوم الأول نحو حتفها، نحو الانتحار السياسي الحقيقي في العراق. ولذلك منذ الساعات الأولى كما قلت أوجدت وضعت نفسها في موضع العدو للشعب، فقتلته بكل وقاحة وبكل يعني بشاعة. استخدمت معه الإطلاقات النارية المباشرة، استخدمت معه قنابل الغاز، استخدمت معه كل الوسائل، طبعا مسائل الاغتيال والاختطاف وكذا، والآن طبعا التهديد أيضا، إلقاء القبض على أو اعتقال بعض الناشطين. الآن دخلوا في مرحلة استخدام بنادق الصيد، خراطيش الصيد التي تستخدم يعني لاصطياد الحيوانات، وهذا يعني حقيقة يعبر عن استهتار واضح من السلطة المتحكمة أو العصابة المتحكمة في العراق. أنا أصر على استخدام كلمة العصابة لأنها فعلا عصابة قتلت العراقيين وسرقت أموالهم طيلة السنوات الماضية. لذلك ليس لديها ما تقدمه لهؤلاء. لو كان لديها هذه العصابة بكل أحزابها، بكل ميليشياتها، بكل شخوصها، نحن لم نجد أي شخص استقال من الوزارة. يعني لحد الآن هذا الكلام الذي يقال أن عادل عبد المهدي قدم استقالته، هذا كلام غير صحيح. حتى الآن ما تزال هذه الوزارة بكل تشكيلاتها الميليشياوية وبكل عصاباتها الإرهابية تقتل العراقيين وهي مستمرة. يعني هو هذا القتل هل يأتي من باب بأن اذهبوا اقتلوا ما تشاءوا، أنتم معفيون وأنتم لن يكون القضاء، القضاء شريك، نعم القضاء شريك، حتى المجتمع الدولي يعني بعد 6 أشهر لو حدث هذا الأمر في بلد غير العراق لكان الأمر مختلف. القضاء الفاسد، نعم، الذي يعني يعمل به في العراق المحتل قضاء شريك، هو في الحقيقة، نعم، عنصر شريك في كل ما يجري من جرائم قتل وتزوير وفساد وإرهاب وإجرام في العراق. كل الاختلاسات التي جرت في العراق القضاء شريك فيها، نعم، كل القتل الذي جرى على مدى 17 سنة القضاء شريك فيه، نعم، والتعذيب والإجرام وإلقاء القبض على الأبرياء بدون وزجهم في المعتقلات بدون محاكمة وإلى آخره، كل هذه الجرائم التي حصلت في العراق القضاء شريك بها. والآن هذه في المظاهرات هذه القضاء طبعا أيضا شريك في هذه عمليات القمع وعمليات العنف والإرهاب. هل يعفي هذا من الملاحقة الدولية؟ بالتأكيد لا، نعم، لكن كما تعلم العراق حتى الآن ليس في أولويات يعني في سلم أولويات المجتمع الدولي.
ولذلك حقيقة هناك تقصير كبير من المجتمع الدولي، وهناك تخلي كبير عن العراق بشكل واضح. ربما يكون في سلم أولويات المجتمع الدولي، ولكن مع القمع الحكومي الذي يجري، يعني هناك إدانات نسمعها هنا أو هناك، ربما كانت أشد في الأيام أو الأسابيع الأولى وخفتت في وقت لاحق، لأن هذه العصابة يعني تحوز بشكل أو بآخر على رضا المجتمع الدولي، وهم يتصورون، يعني هذا المجتمع الدولي يتصور واهما أن عملية استبدال وجوه في تشكيل الوزارة أو في البرلمان هي هذا هو الحل، بينما هذا هو ليس الحل. كما يعلم الجميع، العراقيون انتفضوا على هذه العصابة بكل تفاصيلها. نعم أستاذ ألاء، يعني هل تعلم العراقيون من الدرس ومن التجارب السابقة، وباتت الوعود الحكومية التخديرية إذا صح التعبير لا تجدي نفعا معهم؟ أستاذة ألاء هل تسمعينني؟ ألو؟ نعم، سألتك هل تعلم العراقيون من الدرس وباتت الوعود الحكومية التخديرية لا تجدي نفعا معهم؟ حقيقة أول شيء أحب أقدم شكري للأستاذ القاضي على التعقيب على كلامي. طبعا العراقيين صار واضحا لديهم أنه الفئة اللي متسلطة على رقابهم هي فئة كاذبة. ليس الآن فقط، يعني هذه العراقيين اختبروهم منذ 16 سنة وجود في كل مرة يقدمون وعود إلى العراقيين، ولحد الآن واضح للجميع أنه هذه الأحزاب اللي تنوبت على السلطة كحكومات متعاقبة منذ 16 عام لم تقدم إلى العراق غير البؤس، الفناء، الحروب، القتل، القطف، تردي الأوضاع الصحية، تردي المؤسسات الحكومية بكل أنواعها، النظام القضائي، النظام التعليمي، النظام الصحي، البنية المجتمعية، هدم للبنية المجتمعية. لكن الحمد لله، يعني هذه ثورة تشرين أعادت الأمل للعراقيين جميعا. يعني أنا لما عندي طالب جامعة بجامعات بإحدى جامعات الموصل يخرج بتظاهرة داخل الجامعة، وإحنا نعرف الأسباب اللي تخليه داخل الجامعة، هو لو عليه يجي ويشارك ويطلع بمحافظته، لكن الأوضاع اللي هو بيها مضطر إنه يلتزم بضوابط معينة، لما يقول إخواني بالجنوب والوسط طلعوا يريدون وطن وأني هم أريد، هذا يعني تغير كبير. هو عارف انه كل اللي موجودين من رئاسه الجمهوريه الى رئاسه الوزراء الى نواب الى محافظين لا يمثلون العراقيين نهائيا. فئه تكذب، العراقيين صار واضح عندهم جدا انه هؤلاء اللي متوجهين لا هم لهم سوى السيطره على مقدرات العراق ونهبها، حتى لو كانت على جثث كل العراقيين. نعم أستاذ ألاء. أستاذ مصطفى، يعني الأحزاب السياسية قالت بأنها اتفقت على مواصفات رئيس الحكومة القادم، هذه الأحزاب يعني ألا تدرك بعد 6 أشهر بأن الشارع قال لا نريد أي شخصية من داخل العملية السياسية، لا نريد أي شخصية ترشحها الأحزاب، بل التظاهرات هي خرجت لرحيل هذه الأحزاب؟ يعني هم لو كانوا يفهمون، هل هي مراهنة على الوقت؟ هل هي مماطلة؟ هم لو كانوا يفهمون يعني نفسية الشعب العراقي وثوراته المتكررة منذ 25 من شباط 2011 وانتفاضة المناطق الغرب وشمال العراق وانتفاضات الجنوب المتكررة، بل حتى ما قبل هذا، يعني حتى مشروع المقاومة هو رفض لمشروع الاحتلال، الذي يعني هو ليس رفض لقوات الاحتلال فقط وإنما لمشروعها في العراق. لو كانوا يفهمون هذا الأمر لتصرفوا بشكل آخر مع العراقيين، والعراقيون حقيقة منحوهم الكثير من الفرص، يعني لم يعد بالإمكان القول
سواء من ممثلة الأمم المتحدة أو من أي طرف دولي أو عربي أو إقليمي أو إلى آخره، أو حتى من الأطراف المحلية التي تريد أو تزعم أنها تريد يعني إصلاح الوضع وليس تغييره كما يسعى الثوار. العراقيون قدموا المزيد من الفرص لهذه، أو منحوهم المزيد من الفرص وأعطوهم وقتا طويلا امتد لنحو 16 سنة. الآن لم يعد بإمكان العراقيين الصبر، قدموا كل ما لديهم واستنزفوا كل ما لديهم من مخزون الصبر الهائل الذي تحدث عنه الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد رحمه الله، أنه صبر العراقيين صبور أنت يا جمل، أكثر من صبر الجمل الذي يوصف. لذلك هذه الأحزاب لم تفهم معنى ثورة العراقيين، هي حاولت أن تلعب على عامل الوقت، عامل المغريات، عامل الإرهاب، عوامل كثيرة حاولت أن تلعب عليها، ولكن يعني كلها فشلت. عامل الوقت فشل والإصرار مستمر من الثوار، عامل الإرهاب أيضا فشل، كلما سقط أو ارتقى في الحقيقة شهيد أو أصيب متظاهر أو ثائر نجد إصرار تام من قبل أبناء مدينته أو من أبناء المدن الثائرة الأخرى على مواصلة هذا النهج، وحتى ذوي الشهداء يصرون ويطالبون الثوار بالاستمرار في الثورة وليس بالنكوص عفواً عن أهدافها. وبالتالي هذه القوى السياسية كما قلت ليس لديها شيء، يعني استخدمت كل شيء، ومنذ اللحظة الأولى وضعت نفسها في خيار المعادي للشعب وافترضت أن هذا الشعب هو عدو يجب قتله، واستخدمت أيضا المغريات، حديث عن تعيينات، حديث عن وظائف، حديث عن تلبية بعض المطالب، تغيير بعض الوجوه، إعداد قانون انتخابي، كل هذا الكلام لم يعد يقنع العراقيين. العراقيون منذ اللحظة الأولى لثورة تشرين رفعوا شعار إسقاط النظام، إسقاط النظام كله بكل آلياته، بكل دستوره، بكل وجوهه، بكل برلمانه، أحزابه، ميليشياته، كل هذا النظام مرفوض من العراقيين. ولذلك أنا يعني إذا كان هناك ثمة عاقل بأي قدر من يحوز أي قدر من العقل بين هذه القوى الميليشياوية، هي حقيقة ليست أحزاب بالمعنى الحقيقي لكلمة الأحزاب المعروفة، ولكن هي قوى ميليشياوية وعصابات إرهابية، إذا كان فيهم من لديه قدر من العقل والحكمة عليه أن ينصت لصوت العراقيين، صوت العراقيين رافض للطائفية، صوت العراقيين رافض للفساد، صوت العراقيين رافض للمحاصصة سواء المحاصصة السياسية أو الطائفية أو العرقية، صوت العراقيين الرافض لكل هذه الشخوص. أولا عليه أن يستقيل من هذا البرلمان أو من هذا الحزب الميليشياوي الذي ينتمي إليه، ثم عليه أن ينحاز إلى صف الثوار، لعل يعني موجة الثورة وأمواجها الطاهرة تحاول أن تطهر بعض أدرانه، وليس أن يستمر بالحديث عن مواصفات رئيس وزراء جديد وكذا تاريخ سياسي. إذا بمجرد الحديث عن تاريخ سياسي للشخص الذي يعين معناها هو عدم فهم لمطالب العراقيين، والعراقيون كلما ظهر اسم شخص من المرشحين سواء مرشح حقيقي أو مجرد يدور الحديث عنه يجري رفضه بكل وضوح، يجري الهتاف ضده، بل وحتى دوس صورته بالأقدام. هذا حقيقة يعبر عن المزاج الحقيقي للعراقيين بلا مواربة وبلا يعني تعبيرات ربما مجاملة أو إلى آخره. نعم أستاذ ألاء، يعني فشل محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة والصراع المستمر بين الأحزاب السياسية إن كان على تسمية رئيس الوزراء أو على تقاسم الحصص الوزارية والإدارية، كيف انعكس هذا على التظاهرات؟ حقيقة هم بالنسبة للجموع المتظاهرين وبالنسبة للهيئات التنسيقية للثورة منذ البداية، احنا يعني المواصفات اللي اخلناها لشخص رئيس الوزراء الذي يجب ان يكلف في ادارة البلد للمرحلة الانتقالية القادمة، ربطوا تماما اي شخص
ساهم ولو مساهمة بسيطة بالاشتراك بالعملية السياسية ما بعد 2003. نحن نعرف بشكل جيد أن كل من جاء مع العملية السياسية هو اتسم بشكل أو بآخر بالعمالة إلى الأجنبي. صاغوا الدستور وفق آراء غريبة، صاغوا عملية سياسية وفق ما هم شايفين صح، تعاونوا وتقاسموا بعمليات القتل، بعمليات السرقة، بعمليات الانتقاص من قيمة الفرد العراقي واعتباره قاصر لا يستطيع إدارة موارده ولا بلده، ومحتاج دائما إلى من يقوده بتولي زمام أمره. بالنسبة للشباب الموجودين بالساحات لم يتراجعوا عن المعايير والمواصفات اللي وضعوها لهذا الشخص. أي شخص ممكن أن يكلف بعد توفيق علاوي، وإحنا بنسمع بالوقت الحاضر خلال الإعلام وخلال المعلومات اللي تصدرت إلينا أن رئيس الجمهورية بدأ بالتشاور مع الشركاء السياسيين لأجل ترشيح شخصية جديدة. ما أعرف يعني هل هم عذرا للكلمة أقولها، هل هم أغبياء أم يتغابون؟ نعم يعني الكلام مو راح ينعاد في كل مرة. ليش مش يصير بس اللي موجود وياهم ضمن مجاميعهم هم اللي قادرين على تشكيل الحكومة؟ هذا العراق الولاد، هذا العراق اللي يضم من الكفاءات أصغر متظاهر موجود بالساحات لديه رؤية لبناء وانتشار بلده أحسن من أي واحد موجود قاعد في قاعات البرلمان. نعم. يعني على الأقل يتمتع حتى الجاهل، يأرفض كلمة جاهل، لكن الغير متعلم، وإحنا نعرف ليش ما متعلم، لأنه ظروف ما بعد الاحتلال أجبرت الكثير على ترك مقاعد الدراسة وانهمت بكيفية إعالة نفسه وإعالة عائلته، لكن لا. مع هذا ترى مسلح بالوطنية، مثقف بالوطنية، يعرف ينقذ بلده من براثن معتدي أجنبي، لكن رئيس الجمهورية للأسف والرئيس رئاسة البرلمان والمجاميع اللي وياه من قادة الأحزاب وقادة الميليشيات، هذول متصورين أنه فقط هم القادرين على إدارة شؤون العراق. نعم. أنا اليوم من منبركم أطالب السيد محمد توفيق علاوي بعد أن انسحب وأعلن فشله في تبرير حكومته، أن يشرح لنا شنو هي الضغوطات اللي تعرض لها من خلال الأحزاب. هذه أمانة يجب أن يطلع عليها الشعب العراقي. نعم. يعني أنا أنا تري بأن هذا الفشل بتشكيل الحكومة من قبل محمد توفيق علاوي، وهذا الخصام وهذا التخاصم بين الأحزاب السياسية على كعكة الحكومة، وتقديم عادل عبد المهدي لاستقالته كما قال وكما ادعى، وبعد ذلك قال بأنه سوف يختار الغياب الطوعي، ألا يؤدي ذلك إلى إعطاء جرعة للثوار، للمنتفضين، للمتظاهرين في العراق لاستمرارهم في تظاهراتهم، بأنهم حققوا نصرين في خلال 6 أشهر، أول رئيس حكومة قدم استقالته والآن يصرف الأعمال، وثاني شخصية تم اختيارها من الأحزاب فشل في تشكيل الحكومة. سيدي الكريم، الانتصار الحقيقي هو انتصارنا على الشق اللي حطوه بيناتنا احنا كمجتمع. توحدنا بكلمة واحدة واستمرارنا بالتواجد بالساحات، هذا الانتصار الحقيقي. أما عن استقالة حكومة عبد المهدي وفشل علاوي وما غيرها من الانتصارات الكثيرة اللي حققناها، هذه نتائج عن صمود الناس اللي واقفة بالساحات. نعم. رغم أنه هذه الناس تعاني الكثير من المتاعب، لكن أصرت على تواجده. احنا بالنسبة لنا نطالب عبد المهدي ونطالب توفيق علاوي، ما هي الأسباب اللي تجعلهم مستمرين لحد الآن بالتواجد ضمن العملية السياسية؟ حقيقة العملية السياسية عبارة عن سفينة والثقب اللي فيها زاد، والكل تحاول تنقذ نفسها. عبد المهدي من قال اختار الانسحاب الطوعي او الفراغ الطوعي، كان المفروض من اول يوم اعلن استقالته، او من
إذا كانت استقالته حقيقية من أول يوم يعلن انسحابه ويترك الفراغ لرئيس الجمهورية لتولي مهام رئاسة الوزراء وتكليف أحد من جماهير الشعب العراقي المليء بالكفاءات أن يقود المرحلة الانتقالية القادمة وإنقاذ البلد من الوضع المزري اللي وضعوه به. يعني ما عندهم أي عذر بل حتى إحنا يعني حتى ضمن قوانين العمل بالحقيقة أحب أوضح فيها أستاذ العراقيين هم مالك البلد، هم أصحاب الأرض، هم أصحاب المقدرات والثروات اللي موجودين بالسلطة الحاكمة مهما كانوا هم موظفين عند الشعب العراقي. حتى بضمن قوانين العمل الموظف اللي يسرق تسقط حقوقه، زين انتم صار لكم 16 سنه تسرقون بموارد الشعب، باقين الشعب يقول لكم ما اريدكم. وجودكم شنو معناه؟ عادل عبد المهدي شخص لا حول ولا قوه حسب ما نسمع حسب ما يقولون، والميليشيات تخدم وتامره، زين انت رجل حسب ما تقول عندي تاريخ. ولو بصراحه التاريخ اللي مثل تاريخه ما يشرف الانسان انه يقول عندي تاريخ. لكن انت بهالعمر ما استحيت على نفسك باقي رئيس وزراء تقول انا رئيس وزراء العراق وانت لا حول ولا قوه وما تقدر تحرك لك جندي من مكانه، الميليشيات تضرب وتقول اكو شخص ثالث. نعم. اعود اليك يا استاذه الاء عبد اللطيف، استاذ مصطفى يعني كيف اسهمت ثوره تشرين بسقوط اقنعه لجميع القوى السياسيه لا سيما تلك التي تدعي الاصلاح؟ يعني نحن منذ الاسابيع والاشهر الاولى لاحتلال العراق نعم نعرف الكثير من هذه الخفايا عن هؤلاء الذين يدعون الإصلاح، وتحديدا مثلا على سبيل المثال لأنه الآن هو الذي يرفع شعار الإصلاح وهو طبعا في قمة الفساد أو في قعر الفساد بالحقيقة. أنا أعني مقتدى الصدر. مقتدى الصدر كان البعض مخدوع به لأنه يتحدث عن مقاومة المحتل ويتحدث عن الإصلاح ويتحدث عن مهاجمة الفاسدين وإلى آخره، لكن هو جزء أساسي من كل عمليات القتل والفساد والإرهاب والإجرام التي حصلت على مدى السنوات الماضية منذ غزو احتلال العراق، لأنه هو شارك في كل هذه العمليات الإجرامية وشارك في كل هذه الأنظمة التي جاء بها المحتل عبر آليات لم تعد تخدع العراقيين ويعني آليات الديمقراطية المزعومة. مقتدى الصدر يعني أفصح عن وجهه في هذه المرة بطريقة حقيقة فجة، وهذه من بركات ثورة تشرين العظيمة أنها كشفت هذا الشخص أمام حتى أنصاره. هناك الكثير ممن كانوا مخدوعين بالحديث الذي يعني يردده دائما عن الإصلاح، عن المقاومة، عن رفض الفساد إلى آخره. هو كما قلت جزء منها، ولكن كان يتحدث بهذا الشكل وكان البعض مخدوع بها. الآن سقط بكل وضوح وانكشف أمام يعني تعرى في الحقيقة بكل وضوح أمام الجماهير التي كانت يعني تثق به إلى حد ما أو تقتنع ببعض طروحاته. المقابلة التي أجراها مع قناة الشرقية مؤخرا حقيقة هذه يعني لو كان هناك قضاء حقيقي ومسؤول يعني مسؤولين يحترمون أنفسهم ويحترمون معنى مسؤولية المنصب وشرف المسؤولية لقدموه إلى المحاكمة. هو اعترف بكل وضوح أن قتل المتظاهرين، قد يعني مارس الإرهاب ضد المتظاهرين، وكان يسميها جرة إذن، ولكن جرة الإذن هذه أسفرت عن قتول شباب. وأسفرت عن دماء وأسفرت عن حرق ممتلكات وعوقت الكثير من العمل الثوري المفترض لأجل إنقاذ العراق. هذه بحد ذاتها اعترافات واضحة يعني عن الجرائم التي هو ارتكبها، هو يقول أنه ارتكبها. والحمد لله أيضا اكتشف العراقيون باعترافه أنه ليس شريكا في هذه الثورة. هذه الثورة هو يقول أو يزعم أنه له دور فيها، الآن اتضح أنه ليس له دور فيها على الإطلاق، بل هو له دور المعادي والقاتل يعني هو كان أداة واضحة في قتل العراقيين في هذه الثورة كما كان قبلها في ممارسات جيش المهدي وسرايا السلام واليوم الموعود وكل الميليشيات الطائفية الإرهابية التي شهدها العراق أو معظمها خرجت من تحت عباءته. هو أسس
العصائب، هو أسس سيد الشهداء، هو أسس أبو الفضل العباس، كل طبعا وخرجت من عنده يعني، لأنهم كانوا يعني عنده أتباع له، وهو مسؤول عن قتول جيش المهدي وفي الحرب أو في الفتنة الطائفية التي حاول المحتل الأمريكي والإيراني إيجادها منذ العام 2005 و2006. سفك دماء الآلاف من العراقيين وربما عشرات الآلاف أو أكثر. فالآن في هذه الثورة سقطت كل الأقنعة التي كان مقتدى الصدر وغيره يتحدث عنها أو يتخفى وراءها في الحقيقة. يعني الآن لم يعد بالإمكان أن يطرح نفسه راعياً لإصلاح ولا راعياً لتغيير ولا رافضاً للفساد أو واقفاً في صف العراقيين. هذه خدع لم يعد الشارع العراقي يثق بها أو يقتنع بها، لأنه وجد يعني بالاعتراف وبالاعتراف من قبل زعيم هذا التيار الإرهابي مقتدى الصدر وبالأدلة التي عاشها العراقيون، يعني المفردات الحياة اليومية في ساحات التظاهر، وجدوا تماما كيف أن هذا مقتدى الصدر من خلال إرهابيه، سواء ارتدوا القبعات الزرقاء أو لم يرتدوا، وسواء أسفروا عن وجوههم أو لم يسفروا، مارسوا العنف والإرهاب والقمع والإجرام بحق العراقيين المنتفضين الذين ليس لديهم إلا علم و يعني أوراق أو لافتات للمطالبة بحقوقهم، وهذه الحقوق من أبسط حقوق الإنسان. يعني هؤلاء العراقيين لا يريدون شيئا يعني يتجاوزون به الحقوق الطبيعية للإنسان. أستاذ ألاء، يعني الدعوات إلى انتخابات مبكرة، يعني على سبيل المثال رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي دعا إلى انتخابات مبكرة في ديسمبر، زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي كان رافضا في وقت سابق إجراء انتخابات مبكرة، اليوم يدعي ويقول بأنها مطلب جماهيري. إلى أي مدى يعني هذه الدعوات هي واقعية على الأرض، وهل يقبل العراقيون أو المتظاهرون بالدرجة الأولى أن تعاد هذه الوجوه الفاسدة عن طريق انتخابات جربها الشعب العراقي من قبل وكانت انتخابات مزورة، خاصة آخر انتخابات حدثت في العراق العام الماضي؟ بالنسبة للحديثهم عن إجراء انتخابات مبكرة وأنها مطلب جماهيري، هذه لعبة أخرى من ألاعيبهم يحاولون تمريرها على الشعب العراقي الذي أصبح واعياً جداً بكل كلمة تخرج من أفواههم، بل وأن أصغر متظاهر يحللها بتحليل سياسي دقيق جداً. أخي العزيز، أنا أحب هنا أسأل السادة اللي يدعون إلى انتخابات مبكرة، كيف يمكن لإجراء انتخابات مبكرة حرة نزيهة في ظل وجود سلاح منفلت وميليشيات تسرح وتمرح بالشارع العراقي وتهدد وتخطف وتعتقل ولا محاسب ولا رقيب لها؟ بل حتى أن القوى الأمنية تقف عاجزة أمام إجرامها. كيف يمكن لانتخابات حرة نزيهة أن تجري بظل وجود أحزاب تسيطر على المال العام وتجيره لصالحها؟ هناك أولويات قبل الانتخابات المبكرة يجب إجراءها، إنهاء السلاح، إنهاء دور الأحزاب والميليشيات، هذا أهم. ورا ما نجي نفكر بإجراء انتخابات مبكرة، إحنا الفترة الانتقالية ما عندنا مانع لو أطالت للسنتين، لكن تجري بشكل صحيح. ما الفائدة من سن قانون للانتخابات ولا سبيل لتنفيذه؟ قانون الانتخابات اللي يتحدثون عنه هو إعادة تدوير لنفاياتهم، لا أكثر ولا أقل. هذا بالنسبة لنا مرفوض جملة وتفصيلا. نحن بالنسبة لنا راح نسعى بكل جهودنا إلى حل البرلمان، إسقاط البرلمان برمته، إسقاط العملية السياسية بكل قوانينها وبكل أشخاصها وأحزابها وميليشياتها، وتأسيس لعملية وطنية جديدة، أبناء العراق قادرين على إعادة بناء بلدهم والسير به قدما إلى إخراجه من هذه المحنة وعبوره إلى بر الأمان. أستاذ مصطفى، يعني ونحن نتحدث عن ثورة تشرين ودخولها إلى الشهر
السادسة. للطلاب، شريحة الطلاب كان لهم دور بارز، هذا الحراك الطلابي كيف أسهم بترسيخ الوعي لدى المجتمع العراقي؟ كيف يعني نرى بعض المقاطع المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف أن كبير السن يعني يؤيد ما يقوم به الشاب، يعني ربما يكون الفارق بينه وبين هذا الشاب 30 سنة أو أكثر، كيف انعكس هذا الوعي الطلابي على باقي شرائح المجتمع العراقي؟ يعني الطلاب دائما هم الشريحة التي تمثل الوعي، نعم، وتمثل المستقبل، لأنهم هم نخبة ستبني، يعني هي خميرة البناء في المستقبل. وبالتالي اشتراك الطلاب في عمليات الاعتصام وعمليات التظاهر وعمليات يعني العصيان المدني، رفض الدوام، رفع شعار ماكو دوام، ماكو وطن، ماكو دوام، هذه كلها محطات بالغة الأهمية وتؤشر مسائل مهمة، يعني تغير أساسي أو عميق في بنية المجتمع العراقي وفي بنية الثورة العراقية. كما تفضلت الأخت آلاء وهي تتحدث عن أن أبسط متظاهر في ساحات الثورة وساحات الانتفاضة العراقية، ونحن حتى إذا قلنا ساحات التظاهر وساحات الانتفاضة فهي ثورة بالتأكيد، يعني لكن أحيانا تأتي العبارة هكذا، ولا هي ثورة عظيمة بكل معاني الثورة، لأنها أساسا حققت هذا التغير الاجتماعي العميق. أبسط يعني الثوار في ساحات الثورة والاعتصام والتظاهر أكثر وعيا من كل السياسيين، فكيف بهؤلاء؟ هذا حتى غير المتعلم منهم، لأنه يعبر بكل أمانة وبكل وضوح عن يعني مطالب الشعب العراقي بكل يعني وضوح كما قلت، ودون لف ودوران وإلى آخره. فكيف بالطلاب الذين هم نخبة واعية في الجامعات، في الكليات، في المعاهد، حتى في المدارس الثانوية أو أقل من ذلك؟ هذا يعني اشتراك الطلاب في هذه الثورة حقيقة مسألة بالغة الأهمية، وهي تؤشر كما قلت تطورا نوعيا في بنية المجتمع وفي وعيه وفي بنية الثورة أيضا. لذلك هذا أنا أعتقد يعني مسألة بالغة الأهمية. الاعتصامات الطلابية دائما في حتى في تاريخ العراق، يعني ما قبل في الخمسينات في الستينات كان للحراك الطلابي وللاعتصامات الطلابية دورها الكبير في إسقاط حكومات، في فرض بعض التغييرات، في فرض ربما قوانين، يعني إسقاط قوانين فاسدة أو ظالمة للشعب، وفرض تعديلات بالغة الأهمية لمصلحة العراقيين. الآن هذا حتى في التاريخ المعاصر للعراقيين. الآن في هذه الثورة كان الخطاب واضحا، انسجامهم مع الثورة يعني مطالب الثورة بكل وضوح، وهم رافد أساسي من روافد الثورة الذي يديم زخمها ويديم وعيها ويديم يعني توهجها وتألقها. يعني الوعي جاء بسبب ما قامت به الحكومات المتعاقبة منذ الاحتلال الأمريكي ولغاية قيام ثورة تشرين، هذا التراكم من الفساد ومن المحاصصة الطائفية، حيث أدركت هذه الشريحة الطلابية والشبابية ما جناه العراق من هذه الطبقة السياسية، أم أنها يعني لها عوامل أخرى كذلك يعني جعلت من وعي الحراك الطلابي أو الشباب أن يصل إلى ما وصل إليه؟ هذه النخبة أو هذه الشريحة من شرائح المجتمع هي شريحة واعية، نعم، وأيضا ما عانته خلال السنوات الماضية وما لمسته وما تلمسه الآن من إرهاب ومن إجرام ومن فساد ومن تأخر في مجال يعني تقديم الخدمات للعراقيين، كل هذه عوامل ساهمت في نمو هذا الوعي وتطوره ومد بعوامل الاستمرار وعوامل النضوج. وكما قلت يعني هي خميرة المستقبل، هذه شريحة الطلاب هي خميرة للمستقبل، للبناء، للتطور، للنهوض. هؤلاء هم الذين سيبنون العراق بعد سنوات ويدخلون في مضمار الحياة العملية، ولذلك هم أحق الناس بالثورة وهم أولى الناس بها، لأنهم يعني يعانون في الحاضر وهم يبنون المستقبل إن شاء الله، فلذلك هم يعني كما قلت أولى الناس بالثورة. يعني في آخر دقيقتين أستاذ مصطفى كامل، هل هناك
إمكانية لتدويل القضية العراقية، يعني خاصة مع استمرار كما أشرنا في بداية الحلقة استمرار عمليات القتل والخطف والتهديد بحق المتظاهرين، ما هي إمكانية تدويل القضية؟ ما تزال المواقف الدولية قاصرة في دعم العراقيين، نعم، وفي تبني وجهة نظرهم الواضحة والتي لا تحتاج إلى لف ودوران. العراقيون يطالبون بإسقاط النظام ويطالبون بتدخل المجتمع الدولي لأجل الإشراف على حكومة، يعني الإشراف على انتخابات نزيهة، نعم، تقوم بها حكومة انتقالية في المرحلة القادمة. لذلك هناك تقصير كبير، وأول التقصير هناك تقصير من الولايات المتحدة. لكن هناك أمس الخميس حدث تغير مهم، أنا أعتقد في يعني ينفع العراقيين ويمكن أن يستخدم لصالح العراقيين. المحكمة الجنائية الدولية أذنت يوم أمس الخميس بفتح تحقيقات في جرائم حرب ارتكبت في أفغانستان، نعم، ولأن القضية العراقية شبيهة بالقضية الأفغانية من حيث وجود، يعني طبعا هذه التحقيقات عن الجرائم سواء ارتكبتها السلطات الأفغانية أو الفصائل المسلحة، نعم، أو الميليشيات في أفغانستان أو القوات الأمريكية. ولأن الحالة العراقية مشابهة، هناك أيضا سلطة نصبها الاحتلال في العراق كما في أفغانستان، نعم، هناك فصائل يعني أو ميليشيات مسلحة آذت العراقيين وقتلتهم، وهناك أيضا الاحتلال الأمريكي. هذا الأمر بالغ الأهمية. صحيح العراق ليس عضوا في المحكمة الجنائية الدولية وأفغانستان عضو، ولكن يعني على المجتمع الدولي أن ينظر إلى هذه الجرائم الهائلة التي ارتكبت، نعم، على مدى السنوات 17 الماضية، ويجب أن ينظر بعدالة إلى مطالب العراقيين وحقوقهم واستحقاقهم. هؤلاء الشباب العزل، نعم، الذين ثاروا رجالا ونساء شيبا وشبانا، يعني نزلوا إلى الساحات يطالبون بحقوقهم. وهذه بالمناسبة يعني المفارقة أن مثلا، نعم، بلاسخارت تعترف بوجود فساد، نعم، تعترف بوجود قتل ممثلة الأمين العام للأمم، نعم، المتحدة. كيف يتعامل المجتمع الدولي مع هذه القضية؟ هذه، نعم، مسألة بالغة الأهمية. أستاذ مصطفى كامل رئيس صحيفة وجهات نظر، كنت معنا، شكرا لك. وشكر إلى الأكاديمية والناشطة من العاصمة بغداد الأستاذة علاء عبد اللطيف. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية هذه التغطية، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.